أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الملك بوذياف على ضرورة القضاء على فيروس فقدان المناعة المكتسبة. العدد متاع المصابين في الجزائر متاع السيدة 700 إلى 800، فيه استراتيجية كبيرة في خلق هذه السنة 7 مراكز دولية معترف بها لجديدة يعني التكفل بالمصابين بهذا المرض. 0 عدوى جديدة و0 تمييز و0 وفاة بسبب السيدة هي أهم أهداف المخطط الوطني الاستراتيجي. أن الاستراتيجية الجديدة اللي يقوم بإنجازها وزارة الصحة مع الأونيسيدا 2016 و2020، هذه الاستراتيجية تسجل في إطار الوصول إلى الهدف اللي يأخذ العلاج يكون نسبة الفيروس منعدمة عندهم. وبدعم من الأمم المتحدة للسيدة تم وضع مخطط وقائي لمكافحة السيدة في الفترة الممتدة بين 2016 و2020. أول تيست ديبيستاج رابيد، دوزيام لا بريز ان شارج بريكوس، اي تروزيام إليمان لانتيغراسيون دو لا بريفونسيون دو ديبيستاج اي دو لا بريز ان شارج dans les services de santé. لتبقى بذلك اليقظة والوقاية تفرض نفسها قصد القضاء على الوباء السيدة وبشكل نهائي.